مرحبا. أغرب الأمور عم نشوفها على الإنترنت، وكل فترة تحدي جديد بيسيطر على موقع إنستغرام. فأجدد تحدي عم بيلاقي تفاعل كبير من بعد ما بلش بروسيا ووصل استخدامه لآلاف الصور بيصور فيه أشخاص أغنياء حالهم هن واقعين على الأرض، ولكن وقعة مركبة قدام درج أو سلم أو سيارة أو طيارة وغيرهم من الأماكن الغريبة. وهالتحدي اللي تحت هاشتاغ فولينج ستارز بيدعوا فيه أصحابهم لابتكار أحلى صورة ممكنة. وإلى أخبارنا المحلية، ومقطع فيديو تم تداوله بالساعات الماضية لرئيس مجلس النواب نبيه بري أثناء الاحتفال بالعيد 41 لتأسيس كشافة الرسالة الإسلامية. وبوقت إلقاء الكلمة صار موقف مضحك انتشر على مواقع التواصل للرئيس عم بيقول لأحد الحاضرين يلي عم بيحكي بصوت عالي: تع محلي وخلصنا. لأنهم لأن لا لا تعب حلي وخلصت من الاختيار. ومننهي أخبارنا مع قضية عم بتلاقي تفاعل كبير على السوشيال ميديا لطفل بحاجة للمساعدة. انتشرت صوره وتداول الناشطين اسمه. الطفل محمد العطوي عم بياكل من زلعومه لأنه وضعه المادي ما بيسمح له يعمل العملية يلي هو بحاجة إلها. العملية بتكلف 20,000 دولار، ولنقدر نخلص محمد من الوجع يلي عم بعيشه فيكن تتصلوا على الرقم يلي عم يمرق على الشاشة. لهم منكون وصلنا لنهاية ترندز يلي فيكن تتابعون على فيسبوك، وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لاقونا بكرة لأخبار ترندينج من السوشيال ميديا.